التوصيل إلى مدينة باشا كان في استقبالي لدى وصوله الأمين العام لإقليم والداي. السيدة الأولى لبلاد هند ديبي إتنوم رئيسة مؤسسة القلب الكبير تطلق فعاليات أنشطة مكافحة مرض السرطان ومرض السكري بالتعاون مع مؤسسة ميرك الألمانية. النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة أبشة حاضرة إقليم والداي، وكان في استقباله بمطار لدى وصوله الأمين العام لإقليم والداي. تهدف الزيارة إلى توجيه المسؤولين بالإقليم إلى العمل من أجل حماية المواطنين. رشاد حسن طه. أبشة عاصمة إقليم والداي تستقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في زيارة جاءت بعد شهر وأيام فقط من زيارته الماضية لها. وهكذا استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لدى وصوله مطار أبشة من قبل الأمين العام لإقليم والداي باسل دينغار وعمدة بلدية أبشة ومسؤول القطاع العسكري النائب. وما أن صافح مستقبليه من عسكريين ومدنيين، توجه فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى مقر إقامته. زيارة رئيس الجمهورية تهدف إلى توجيه المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين للعمل من أجل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ونشر ثقافة السلام بين أبناء الوطن الواحد. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية مستشارين مدنيين وعسكريين. وحسب مصدر مطلع، سيعقد فخامة رئيس الجمهورية عدة لقاءات مع مختلف الفئات المجتمعية، إدارية وعسكرية، تقليدية كانت أم شبابية. أطلقت السيدة الأولى لبلاد هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير أطلقت فعاليات أنشطة مكافحة بعض من الأمراض كالسكري والسرطان بالتعاون مع مؤسسة ميرك الألمانية. التفاصيل لدى عبد الله هارون. مؤسسة القلب الكبير ومؤسسة ميرك الألمانية هما مؤسستان تعملان لصالح المواطنين في مكافحة الأمراض المستعصية كالسرطان ومرض السكر وغيره. ولأجل ذلك جاءت الانطلاقة الرسمية للمؤسستين بقصر 15 من يناير بحضور رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو ورئيسة مؤسسة ميرك الألمانية رشا كيلي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ميرك، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي ومستشاري رئاسة الجمهورية وجموع من المدعوين. بدأ الحفل الرسمي بتقديم مسرحية تعكس الواقع الاجتماعي للنساء اللائي لم يلدن منذ الزفاف وإلى الآن، ومن ثم تم عرض فيديو لبعض النسوة التي لم ينجبن بسبب أو بآخر. وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح لدى كلمته شكر المؤسستين على التعاون الوثيق في إطار محاربة الأمراض المستعصية، وإن هذا العمل الخيري يدخل في صميم الاهتمام بالرعاية الصحية ومساعدة النساء لكشف حالتهن بالإصابة. أما رئيسة مؤسسة ميرك الألمانية رشا كيلي أشادت بجهود مؤسسة القلب الكبير في سبيل العمل الإنساني ومساعدة الشرائع الضعيفة، وإن مؤسسة ميرك تقف بجانب مؤسسة القلب الكبير لمساعدة النسوة الأقيمات. بدوره رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميرك الألمانية فرانك عدد بعض إنجازات مؤسسة ميرك في المجالات الخيرية والإنسانية، مؤكدا تعاونه مع مؤسسة القلب الكبير بالوقوف على جانب النسوة اللائي لم يحالفهن الحظ بالإنجاب. رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو لدى كلمتها الافتتاحية شكرت مؤسسة ميرك على التعاون الجميل والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن بعض النساء الأقيمات يعانين صعوبات جمة مع زواجهن، وأكدت أن مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة ميرك يسعون سويا لمكافحة الأمراض المستعصية وتوفير المستلزمات الطبية لعلاج العقم. وفي نهاية المناسبة تم تقديم شهادة تقدير لتسع نسوة لم ينجبن تقديرا وتشجيعا لهن، كما قدمت مؤسسة ميرك الألمانية هديتين لرئيسة مؤسسة القلب الكبير على جهودها المبذولة لمساعدة المواطنين عبر مؤسسة القلب الكبير. قدم معالي رئيس الوزراء باهيمي بادكي البير بيانا، قدم خطابا أثناء انطلاق أعمال مؤتمر الأمن ما بين تشاد والسودان الذي احتضنته مدينة الجنينة، ونستمع إلى جزء من خطاب رئيس الوزراء. Je voudrais d'emblée vous assurer, Monsieur le Vice-Président, que nous sommes venus, moi-même et ma délégation. السيد نائب رئيس الجمهورية، اسمح لي باسمي والوفد المرافق أن أحيي هذه المبادرة الطيبة لأقاليمنا ولسكان المناطق الحدودية من أجل بناء مستقبل أفضل، لأنه الخيار الوحيد. ومن الواجب
أن يعيش السكان في وئام وسلام دائم يسهم في تقاسم التنمية بين حدودنا الطويلة المشتركة، وأن شعار هذا المؤتمر يجسد التلاحم القوي والعلاقات المتينة وأن شعار هذا المؤتمر يجسد التلاحم القوي والعلاقات المتينة في المجال الأمني والعسكري والتبادل التجاري والاستثماري والتبادل الثقافي والاجتماعي، وأن التوصيات المنتظرة من المؤتمر سوف تلبي تطلعاتنا وتعكس قوة علاقاتنا الأمنية المتميزة. وهنا أشيد بدور القوات المشتركة بين تشاد والسودان والتي تمثل الوحدة لأفريقيا وتعد سندا منيعا وحصينا لدحر ومحاربة الإرهاب الذي يعتبر من أكبر التهديدات الأمنية. مدينة أمجرس تشهد لقاء جماهيريا لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأمين العام للحركة بإقليم إنيدي شرق، وذلك في إطار تأكيد الدعم لمخرجات الملتقى الوطني الشامل. التفاصيل لدى عبد الله هارون. يبدو أن هذا الخبر لم يجهز بعد. شهد المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البحيرة أيضا وفي إطار لقاء جماهيريا بين مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأمين العام للحركة بالإقليم. التفاصيل لدى حسب الكريم سعيد. يؤد المنتدى الوطني الشامل الذي عقد بشهر مارس الماضي من أهم الخطوات الرئيسية لرسم الخطط العريضة للجمهورية الرابعة، وعليه فقد شرعت مختلف الجهات المعنية بتوعية الجماهير حول أهم مخرجات المنتدى، من ذلك الجولة التوعوية لبعثة المجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة النائب الأول لرئيس الاتحاد الوطني لتجار الحزب دكتور أحمد أنبدو محمد، الذي قام رفقة مرافقيه بزيارة توعوية شملت جزيرة كولفوا وكنسرم. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البحيرة أبكر آدم بدن بامي خاطب الجمهور موضحا لهم أن المخرجات التي خرج بها المنتدى لها أهمية كبرى ستساهم في مستقبل البلاد وخاصة الأسس العريضة للجمهورية الرابعة الوليدة، بالإضافة للتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة. هذا ومن المتوقع أن تشمل الأنشطة التوعوية لبعثة المكتب الفرعي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ جميع المدن والقرى التابعة للإقليم. ترأس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم جرف الأحمر معتصم محمد مصطفى نتائج ونشاطات الحزب التوعوية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. محمد طاهر. في إطار النشاطات التوعوية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية للدولة، فإن مدينة أمدم حاضرة إقليم جرف الأحمر هي المحطة التوعوية الأولى لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي يتزعمه الأمين العام الإقليمي لجرف الأحمر المعتصم محمد مصطفى. وعقد الوفد لقاء جماهيريا مع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أمدم، وحث في خطابه على المحتويات الجديدة ممثلة في الجمهورية الرابعة وعدم اختلاس أموال الدولة والانتخابات المقبلة وكل ما تضمنه الملتقى حول نقاطه الأساسية التي أقدت بأن جمعنا في 19 حتى 27 من مارس الماضي. وذكر الأمين العام معتصم محمد مصطفى مع بقية أعضاء الحزب أن اختتام الملتقى فتح آفاقا جديدة للتشاد من الآن حتى عام 2030، وطلب من مناضلي ومناضلات جرف الأحمر مساعدة المسؤولين في إنجاح نتائج المؤتمر، وتستمر الجولة لتشمل المناطق الحدودية المتاخمة للسودان وإفريقيا الوسطى لشرح النتائج. مدينة فضة أيضا شهدت لقاء جماهيريا نظم من قبل أعضاء مندوبية الإقليمية للمجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. محمود موسى الفيل. بهدف توعية سكان إقليم إنيدي غرب ومناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ حول مخرجات وقرارات المنتدى الوطني للإصلاح المؤسسي الشامل الذي نظم في الفترة ما بين 19 وحتى 27 من مارس الماضي في العاصمة إنجمينة، وفي سياق متصل نظمت المندوبية الإقليمية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإنيدي غرب لقاء تم من خلاله شرح لقرارات وتوصيات المنتدى الوطني للإصلاح المؤسسي الشامل وكذا مخرجات وتوصيات الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو
مع أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ عقب المنتدى الوطني الشامل. كل هذه الشروحات المفصلة قدمها كل من الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم إندي غرب محمد قيدي فضل وبعض من أعضاء المكتب السياسي. وفي نهاية المناسبة طلب المتداخلون من المناضلين الشباب والنساء الذين لهم دور فعال في الحملات الانتخابية التشريعية المقبلة بذل جهود مكثفة لأجل تحقيق المطالب السياسية للحزب والوقوف خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ لإكمال ما تبقى من مشاريع تنموية تعود بالنفع لجميع المواطنين. نصب مساء أمس الأمين العام للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ أنجمينا أبا جدة نصب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للحزب بالدائرة الخامسة بحضور عدد من المناضلين ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. محمود مسافر. تجيء هذه الجولة التي قام بها الأمين العام للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بأنجمينا أبا جدة ممار محمد بهدف تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة الخامسة. بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة المنظمة للحفل محمد صالح موسى الذي شكر الحضور ومناضلي الحزب على حضورهم المشرف. عقب ذلك قدم الأمين التنفيذي السابق عيسى نوي كلمة شكر من خلالها كل الذين وقفوا معه أثناء فترة عمله متناولا في حديثه الجهود التي بذلوها في الحملات الانتخابية الرئاسية الفائتة التي أدت إلى تحقيق أهدافها المطلوبة. نقول لكم شنو؟ ما بريزدان قال لنا هنا خلاص من القوة 50-50 ده خلاص ننمو لكن ما ننمو هنا أين ده الفوق نقوم فوق وما ندع يقول بريزدان ده. من جانبه الأمين العام للمجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ أبا جدة ممار محمد الذي قدم خطابا مطولا تناول فيه بعض الإنجازات التي حققها الحزب في المنتدى الوطني للإصلاح المؤسسي الشامل مضيفا بأن للحزب رؤى وآفاق واضحة تتطلب تضافر الجهود من جميع المناضلين وكذا الوقوف خلف الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديب إتنو. قام أعضاء المجلس الإقليمي للبطحاء برئاسة الأمين الإقليمي سنوسي إمام بزيارة إلى مدينة أم حجر لتقديم التوعية للمواطنين حول أهمية نتائج الملتقى الوطني الشامل. محمد طاهر الحر والتفاصيل. مدينة أم حجر حاضرة مقاطعة البطحاء الشرقية تستقبل بحفاوة أعضاء المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحاء يقودهم الأمين العام الإقليمي إبراهيم سنوسي إمام. وجاء الوفد بجعبته رسالة إلى المناضلين مضمونها الملتقى الوطني الشامل وما تمخض عنه من فكرة إنشاء الجمهورية الرابعة. اللقاء التوعوي الذي جرى بمقر الحزب شهد تقديم العديد من الخطابات التي تناول جلها مضامين وأبعاد الجمهورية الرابعة. عندنا الجمهورية الرابعة معناها جمهورية جديدة. ما عندها نائب رئيس وما عندها رئيس وزراء. يعني هنا لازم نرد سلوكنا عشان للجمهورية الرابعة دي لازم المرق من الفروق ده نوديه في درب. وخلال نفس المناسبة قدم أحد المناضلين مضخا مائيا لحفر الآبار هدية لسكان أم حجر تسلمته محافظ مقاطعة البطحة الشرقية السيدة جيما دومغراس. صاحب هذا العطاء هو أبو بكر سليمان الأمين الوطني المكلف بشباب الأحزاب السياسية بالمكتب الوطني السياسي. وفي طريق عودتهم توقف أعضاء الوفد بمدينة الصنيت ليؤازروا ضحايا الحريق المدمر الذي شب هنا في 5 أبريل الجاري وقدموا لهم مظاريف مالية باسم الحركة الوطنية للإنقاذ. نظمت خلية الأفاق الجديدة لقاء تنويريا حول مخرجات المنتدى بمدينة مصر. ترأس اللقاء حاكم الإقليم طاهر بركاي. التفاصيل لدى حسن جدة. ما زالت تتواصل اللقاءات التنويرية الخاصة بتفحيم مخرجات المنتدى الوطني الشامل لكافة شرائح المجتمع، وعليه جاء هذا اللقاء الذي جمع وفد خلية الأفاق الجديدة الذي يقوده رئيس البعثة عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار بسكان مدينة مصرو حاضرة إقليم بحر الغزال. لقاء تنويري بدأ بكلمة العمدة النائب الأول لبلدية مصرو مصطفى محمد حسن شرح فيه أهداف البعثة للحضور، مشيرا إلى أن مخرجات المنتدى تتضمن مفاهيم مهمة تعنى
بالإصلاح المؤسسي والإدارة الرشيدة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. أما رئيس البعثة عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار فقد ركزت مداخلته في الفرص التي أتيحت للشباب خلال المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية والعمل على ترقيتهم والنهوض بهم إلى مستوى أفضل ومشاركتهم في عمليات التنمية المستدامة. أما الخطاب الأخير فقد كان لحاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركي، حيث تطرق هو الآخر فيه إلى أهمية القرارات التي خرج بها المنتدى من ناحية ورؤية رئيس الجمهورية من ناحية أخرى في دولة القانون التي يسودها الأمن والسلام. هذا ولقد اقتتمت خلية الأفاق الجديدة جولتها التوعوية بإقليم بحر الغزال. عرضت الخلية أهم إنجازات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى جانب مخرجات الملتقى الوطني الشامل. خليل حسن. حشد كبير من مواطني ومواطنات مدينة مصر حاضرة إقليم بحر الغزال حضروا هذه اللقاءات التوعوية التي قامت بها بعثة خلية الأفاق الجديدة، حيث أوضح عضو الخلية عبد الرحمن شرامة عن المتغيرات التي قد تطرأ داخل الجمهورية الرابعة والتي تتسع فيها ساحة ليبرز شباب مهاراتهم ومساهماتهم في دولة القانون الجديدة. رئيس البعثة عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار قال إن بعثتهم جاءت بخطط عريضة لتوعية سكان مصر حول الرؤية الجديدة لفخامة رئيس الجمهورية لتطوير البلاد. حاكم إقليم بركو طاهر بركي أشاد بأعمال البعثة خلال الفترة القصيرة ودعا سكان مدينة مصر لدعم سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. السكان من جانبهم أبدوا استعدادهم لتطبيق مخرجات المنتدى الوطني الشامل الذي يخدم مصالحهم ويؤمن مستقبل شبابهم بحسب قولهم. قدم الأمين العام لحزب الشعبي الديمقراطي بيانا صحفيا يؤكد فيه مساندته لفخامة رئيس الجمهورية في برنامجه السياسي ودعمه التام لمخرجات الملتقى الوطني الشامل. جزء من هذا البيان. باسمي وباسم مناديلي ومنادلات الحزب الشعبي الديمقراطي نقدم مساندتنا وتعهيدنا التام لما جرى في المنتدى الوطني الشامل في الفترة ما بين 19 إلى 27 مارس 2018، والذي جمع مختلف الشرائح الشادية من السياسيين ورجال الدين. فلذا نحن في الحزب الشعبي الديمقراطي نهنئ رئيس الجمهورية رأس الدولة السيد إدريس ديبي إتنو على هذا الإنجاز العظيم. وكان رئيس الجمهورية في برنامجه السياسي لعام 2016 وعد فيه الشعب التشادي وقال يجب علينا أن ننظم منتدى وطني شامل يشارك فيه جميع أبناء الوطن، وها هو اليوم قد أوفى بوعده. وفي الختام نعلن تأييدنا الواضح والصريح للجمهورية الرابعة ونقول يا رئيس سير ونحن وعين الله ترعاك. جرى صباح اليوم بمقر السفارة الفرنسية لدى البلاد حفل توقيع على اتفاقية تعاون مع بعض من الجمعيات المدنية. أحمد خميس وتفاصيل هذه الاتفاقية. خمس جمعيات مدنية من جملة 180 جمعية مدنية مرشحة هي من اختيرت للاستفادة من الأموال المخصصة لدعم الجمعيات الإنمائية، وذلك بعد دراسة دقيقة لمشاريعها من قبل المشروع المتجدد لتحالفات المجتمعات المدنية التابع للسفارة الفرنسية. فبعد التوقيع على المحضر كل جمعية على حدة مع السفارة الفرنسية تناول سعادة السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست الحديثة شكر وهنأ خلاله الجمعيات المستفيدة، موضحا بأن هذا الاختيار جاء نتيجة لأهدافها اللصيقة بالمجتمع وتحقيق التنمية بصورة مباشرة لصالح السكان، مضيفا أن السفارة دأبت منذ سنوات في دعم وتشجيع أنشطة الجمعيات ذات المشاريع الطموحة خاصة التي تهتم بالمرأة، كما أن السفارة
تعطي الأولوية لمشاريع الشباب، كما أوضح ممثلو الجمعيات المستفيدة عن امتنانهم للسفارة الفرنسية لدعمها اللامحدود للجمعيات المدنية، مؤكدين بأنهم سيواصلون في تنفيذ خططهم ومشاريعهم الرامية إلى خلق فرص العمل للشباب وتطوير القطاع المهني والفني والزراعي والثروة الحيوانية والاهتمام بالتعليم والشرائح الضعيفة. كما تعمل الجمعيات جاهدة في محاربة الفقر في أوساط المجتمع. قدم رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير ندوة حول ملتقى الوطني الشامل. عباس أبو بكر. مخرجات المنتدى الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة أصبحت من الضروري توضيح نتائجها للمجتمع. هذا ما دفع رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير أحمد لعقد ندوة وتبيين موضوعات وما ترتبت عليها من المستحدثات. وكانت الفرصة متاحة لجميع المشاركين للتداخل والنقاش، وفي نهاية الملتقى خرجنا بمعطيات واضحة وجلية لا غبار عليها. مداخلات عديدة من قبل الحضور والتي ركزت حول مدى أهمية المنتدى الوطني للشباب، علما بأن أعضاء اتحاد الجمعيات الوطنية ستنظم في الأيام القادمة مسيرة تأييد لرئيس الجمهورية حول نجاح المنتدى الوطني الشامل واعتماده في البرلمان. ترأست أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية انطلاق أعمال الدورة التدريبية التي نظمت لصالح المعلمين والمفتشين بحضور الأمين العام بوزارة التربية الوطنية عائشة دوقي. تطوير الزراعة والسعي إلى زيادة الانتاج الزراعي الذي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية للدول، وهو الغرض من تنظيم مشروع دعم تنمية الأرز في نهري شاري ولوغون وإقليم حجر لميس، والذي ينظمه المشروع التنموي لزراعة الأرز في تشاد. منسق المشروع الزراعي للأرز عبد الله مبدو قال بأن هذا المشروع يعد بوابة لنهضة الزراعة التي تحتل مكانة واسعة بين موارد البلاد. أما منسق المشروع التنموي لزراعة الأرز في نهري شاري ولوغون بونتولوم جاك أكد هو الآخر بأن هذا المشروع التنموي تصاحبه خطط عملية لتقديم الدعم اللازم للمستهدفين وتحمل كافة التبعات. من جهة أخرى قال المدير العام النائب لوزارة الإنتاج والري أن هذا المشروع جاء استجابة للحاجة الماسة في تأمين الغذاء والوقوف أمام الأزمة الغذائية التي تواجه السكان. وللإشارة فقد تم عرض لبعض الخطط والمشاريع المستهدفة وكيفية تسخير الإمكانيات لصالح الزراعة، كما أن بلادنا تشاد تتمتع بأراضي زراعية واسعة صالحة للزراعة، وأن رئيس الجمهورية دعا أكثر من مرة للتوجه نحو الزراعة، مما يساعد كثيرا على تحقيق الخطط التنموية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. قدم صباح اليوم مشروع التنموي لزراعة الأرز في تشاد في نهر شاري ولوغون وإقليم حجر لميس بحضور المدير العام النائب بوزارة الزراعة ابتسام موسى. إعداد المعلم وتزويده بمعلومات في المجال الأكاديمي لجعله قادرا على تأدية الواجب الملقاة على عاتقه، فإن مشروع بارسيت رقم 2 يعمل على تحقيق ذلك الغرض، الأمر الذي سمح بإطلاق أنشطة متابعة وتأهيل المعلمين في المساق العلمي والمفتشين والمستشارين التربويين، ذلك مواصلة لأعمال الدورة التدريبية التي نظمت للمعلمين في الشهور الفائتة لنفس الغرض. ورشة دراسية للأساتذة عشان بعدين يكون في يمشوا في التدريس السنوي ويعلموا الطلاب يعني بفكر جديد. واجب الأستاذ إذا كان هو يمشي يدي محاضرات يكون عنده معلومات بالكامل ويكون عنده معرفة يعني جيدة عشان التدريس يكون يعني سهل ويكون مفتوح لكل واحد. تحسين ظروف التدريس وتقل مواهب ومهارات المعلم حتى يتمكن المفتش التربوي من مراقبته أثناء تقديمه للمادة الدراسية داخل الفصل هو الهدف من هذه الدورة، حسب ما أدت به أمينة الدولة في وزارة التربية وترقية المواطنة اندوباي فريسيتي. يشارك في أعمال هذه الدورة قرابة 390 شخصا، 90 منهم مدرسون و300 منهم مفتشين ومستشارين تربويين من مختلف المؤسسات التعليمية بالعاصمة جمينة، وتستمر لمدة 45 يوماً.
وبمناسبة اليوم العالمي لنزع الألغام، نظمت المفوضية الوطنية العليا لنزع الألغام يوما توعويا بهذه المناسبة. أرجون محمد أحمد وتفاصيل هذا اليوم التوعوي. تحت شعار نتجه معا نحو حماية السلام والتنمية لجعل تشاد خالية من الألغام، نظمت المفوضية العليا الوطنية لنزع الألغام التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هذا اليوم الدولي الذي يصادف الرابع من شهر أبريل من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوما عالميا، وذلك حول كيفية إزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب، حيث استحلت المناسبة بكلمة كل من ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية، واللذان تطرقا حول أهمية هذا اليوم مؤكدان وقوفهما الدائم مع البلاد من أجل محاربة العنف والحروب بمختلف أنواعها، خاصة جماعة بوكو حرام الإرهابية التي دمرت العديد من أرواح الأبرياء، وأشادا بالدور الذي تبذله الحكومة والشركاء لأجل إزالة الألغام وتحقيق السلام والتنمية. وزير استصلاح الأراضي ممثلا لوزير الاقتصاد والتخطيط لافتا انتباه الشركاء حول المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة لجعل البلاد خالية من الألغام. هلك عند مين ده؟ يعني أخطر من هلك عند مرض، عشان مين ده قاعدة بتدمر الناس، بتدمر العالم. وفي كوتي هنا لزون عند مين؟ كوتي هنا تبستي. أنا إندي أنا بوركو وكان إندا ميندا ديفلوب ما فوق ما في عشان الناس اللي يجوا يساعدونا دا مين يعرفوا كدر بكان دول دا إندا ميندا يخافوا ما يمشوا كان عندهم فولونتي دورو يساعدونا في زون دا كله ما يقدر يمشوا عشان مين قاعد فوق. وفي نهاية المناسبة عرضت مسرحية حية تجسد مدى خطورة الألغام وما تسببه من أضرار بالغة اقتصاديا واجتماعيا. وصلنا التو هذا التقرير حول مشاركة رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في أعمال المؤتمر الذي احتضنته مدينة الجنينة حول الأمن والدفاع ما بين تشاد والسودان. فاطمة زهراء أبو المعالي والتفاصيل. وصل رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير إلى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وذلك بهدف مشاركته في المؤتمر حول تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية. وكان في استقباله بمطار الشهيد سبير الدولي بالجنينة نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن والوفد المرافق له. وفور مصافحة مستقبليه توجه معاليه والوفد المرافق له إلى صالة كبار الزوار، ومن ثم إلى مقر إقامته بقصر الضيافة. هذا وقد شهد صالة الأمانة العامة للحكومة حفل افتتاح أعمال المؤتمر الذي جاء تحت شعار الحدود تواصل لا فواصل. ومن ثم قدم عدة كلمات أولاها كلمة ترحيبية من قبل والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الحجة، حيث رحب باسمي وباسم إخوانه أولاة الولايات الخمسة المتاقمة للحدود التشادية وجماهير ولاية غرب دارفور بالوفد التشادي بقيادة رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير. وقال والي ولاية غرب دارفور أن هذا المؤتمر يجسد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في المجال الأمني الاجتماعي والتجاري. كما تناول أيضا وزير الدولة بالخارجية وبصفته رئيس اللجنة الفنية محمد عبد الله إدريس أعمال المؤتمر الحدودي لمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل مصلحة الشعبين التشادي والسوداني. أما خطاب رئيس اللجنة العليا حامد ممتاز يتعلق بمدى ترابط العلاقات التاريخية بين البلدين تشاد والسودان. وفي خطابه أشاد رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير بهذا المؤتمر الأمني والعسكري والتنموي من أجل تنمية المناطق الحدودية هو ثمرة جهود الرئيسين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير، ويمثل المؤتمر دليلا واضحا على متانة العلاقات المتميزة بين البلدين. نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن في افتتاحه لأعمال المؤتمر التنموي المشترك قال إن تشاد والسودان يمثلان نموذجا متميزا في علاقاتهما، مركزا في خطابه على المحاور الأساسية للمؤتمر وهي القضايا الأمنية والعسكرية وتطوير التجارة والاستثمار والمحور الاجتماعي والثقافي. ونشير إلى أن هذا المؤتمر سيسمح للخبراء خلال يومين مناقشة هذه القضايا المطروحة والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تعكس رؤية الزعيمين إدريس ديبي إتنو.
ونختم النشرة بقراءة لهذه المراسيم الرئاسية، مرسوم رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع والدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. رقم مرسوم رقم 1006، ترقية ضابط بالقوات المسلحة والأمن إلى رتبة رفيعة بصفة استثنائية باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. المادة الأولى، تم ترقية المقدم جزولي علي إمام بالقوات المسلحة والأمن إلى رتبة عقيد بصفة استثنائية. المادة الثانية، على الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية، كل حسب اختصاصه، تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 24 أبريل 2018. التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، يا مرسوم رقم 1014، تعيين كوادر في مناصب مسؤولية بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي. باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي يصدر المرسوم الآتي. المادة الأولى، عينت هذه الشخصيات في مناصب مسؤولية في وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي. إدارة شؤون أفريقيا والتكامل الأفريقي، المدير السيد يوسف محمد علي، منصب جديد. المدير النائب السيد ميارا غادينغار، منصب جديد. إدارة شؤون أوروبا أمريكا والكاريبي، المدير السيدة غربتنا ماري سلتا، منصب جديد. المدير النائب السيد سوغوما وارديغو، منصب جديد. إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادي، المدير السيد ودا إنجيني، منصب جديد. المدير النائب السيدة نادية أحمد إسحاق، منصب جديد. إدارة التعاون والمنظمات الدولية، المدير السيد موغابي أبولينر، منصب جديد. المدير النائب السيدة بورتو يومبانتينا، منصب جديد. إدارة العالم العربي، المدير السيد سعيد علي أحمد طه، منصب جديد. المدير النائب السيد أحمد بشير نيام، منصب جديد. إدارة المنظومة والفرنكفونية، المدير السيد جيتام دينغار ماسودينغار، منصب جديد. المدير النائب السيد إيدي داور نادين، منصب جديد. إدارة الشؤون القانونية والمنازعات وحقوق الإنسان، المدير السيد علي صوصل إبراهيم، منصب جديد. المدير النائب السيد أبتشا عيسى بون بيير، منصب جديد. إدارة التشاديون في الخارج والشؤون القنصلية وشؤون اللاجئين وقضايا الهجرة، المدير السيد أباشو محمد إبراهيمي، منصب جديد. المدير النائب السيد ألودينغار فانسية، منصب جديد. إدارة الاتصالات وحفظ المستندات والأرشفة، المدير السيد أمبياسيم دانيال، منصب جديد. المدير النائب السيد حسين عمر سيدو، منصب جديد. إدارة مراسم الدولة، المدير السيد اللاماي هالينا، منصب جديد. المدير النائب السيد سعد شريف موسى، منصب جديد. إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، المدير السيد أليفة ناكري جرمة، منصب جديد. المدير النائب السيد سعاد عبد الرحمن أحمد، منصب جديد. إدارة الدراسات الاستراتيجية والتهديدات العابرة للحدود الوطنية، المدير السيد مادينغار ألينغار جيروم، منصب جديد. المدير النائب السيد شوادينغ فيكتور، منصب جديد. المادة الثانية، يلغي هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة له. والمادة الثالثة، على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ووزير المالية والميزانية، كل حسب اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 24 أبريل 2018. التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هكذا مشاهدينا ننهي عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.